إعلان: ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء شعيرة العمرة لموسم 1444 أن يتوجهوا إلى وكالات السياحة والأسفار المرخص لها من طرف مصالح الديوان. للمزيد من المعلومات أو للاطلاع على قائمة الوكالات المرخص لها لتنظيم العمرة، زوروا موقع الديوان الوطني للحج والعمرة www.ومبيو.ديزاين أو صفحة الديوان على الفيسبوك الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائر.